السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. اليوم الدرس راح يكون على قسم القراءة، وزي ما قلت لكم الدرس راح يكون مرة الحمد لله الإسلامات كانت مرة قوية. أخذنا عن قسم القراءة كيف راح يكون الأقسام، نصائح مرة سريعة كيف تحل، كيف تقسم الوقت، وشيء مرة خطيرة. اليوم حنيجي نحل سؤال. اليوم باختصار راح ناخذ التكنيك الأساسية اللي هي تكنيكة حاء ألف دال، تكنيكة حاد، وراح نشرحها وراح نحل مثال كامل. ذكرت لكم انه قسم القراءة عندك هذه الثلاث قطع، والمشكلة فيها انه قطع مرة طويلة، فما هو زي اختبار قراءة عادي، ما هو انك تقرأ وتستوعب وتقرأ لسلو عادي. فهنا في الآلتس الموضوع مختلف جدا، يعني ما هو انك تقرأ، ما اصلا ما عندك وقت انك تقرأ وبعدين تقرأ الأسئلة اصلا، غير انك تدور وتجيب الجواب. يعني انك تفكر انه راح تقرأ الكلام كله بعدين تروح تلسلة بعدين ترجع، مستحيل وما راح يصير وراح تخسر فيك الدرجة. حلقة عبد الرحمن هي تكنيكة حاء ألف دال اللي تكلمت عنها واللي راح أتكلم عنها اليوم، وأشرح شرح مرة قوي. أشرح تكنيكة حاد في هذا الرسم الجميل اللي رسمت لكم، هي حاء حد العناوين، ألف اقرأ الأسئلة، دال دور الجواب. تبدو إنها بسيطة، وأصلا هي مرة بسيطة، لكن هي ليها تفصيل كيف راح تحدد العناوين، كيف راح تقرأ الأسئلة من خلال تحليلها، كيف راح تدور الأجوبة. إن شاء الله اليوم راح نأخذ سؤال وراح نعرف إنه كيف حاء راح تطبق، كيف ألف راح يطبق، كيف دال راح نطبق. قبل ما أبدأ عبد الرحمن، الكلمات مسببت لي أزمة، مشكلة كبيرة عبد الرحمن، قراءتي وفكابلري عندي ضعيف، لا تفكر فيها. أنا عندي جيب درجة قوية وما كنت أعرف كلمات مرة كثيرة. نفس الشيء أنت ممكن يكون عندك كلمات كثيرة ما تعرفها، ولسه تجيب الخمسة، ولسه تجيب الستة، وحتى لو لسه تجيب السبعة ونص. مرة الكلمات ما ليها علاقة، الكلمات والمهارة حقت الاستيعاب ليها علاقة. فماذا إذا مستواك متوسط بكرة ما حتجيب لي سبعة ونص في القراءة أكيد. لو تبغى تطور نفسك في القراءة مرة كثير، فهذا معناه انه عليك تاخذ هذه التكنيكة زائد تطوير اللغة اللي من ضمنها الحفظ والقراءة نفسها. نقطة مرة مهمة انه هذه التكنيكة راح تسوي لك بوست كبير في درجتك، لكن لسه المهارات راح تكون مطلوبة. نسوي حاجة مرة جميلة، نحل هذه القطعة، نحل هذه القطعة بالكامل، ونحل هذه الانواع من الأسئلة. وين راح نبدأ بتكنيكة حاء، او بخطوة حاء اللي يحدد العناوين، بعدين راح نقرا الاسئله بعدين ندور على الجواب من هنا. ناخذ انه خطوات عندنا راح تكون ثلاث خطوات زي ما قلت، حاء ألف دال. حاء حتكون حدد عناوين. الحين خلينا نفهم ايش الفكره. القطعه راح تكون مره طويله، عندك فقرات، ذكرت انه مستحيل راح تقرا الكلام كله، فايش راح تسوي؟ راح تقرا الجمله الاولى من كل فقره، ولما تقرا الجمله الاولى راح تخمن ايش ممكن الفقره كلها تتكلم عن إيه؟ هذا راح يكون عباره عن تخمين، مره ثانيه تخمين، اوكي؟ راح تقرا الجمله الاولى وتعرف التخمين، وكذا سويتها لكل فقره، هذا معناه تكون عندك خلفيه انه ايش هو موجود في كل قطعة. عندنا هذه فقرة وهذه من هنا لهنا الفقرة وهذه فقرة، فحنقرأ الجملة الأولى، حنكتب العنوان والهامش هنا في الهامش. أنا سويتها لكل الأشياء، نهاية الكلام راح تكون عندي خلاصة إيش هو موجود، فين المعلومات موجودة، مثلا فين أنواع الأسماك تقول هذه موجودة هنا مثلا. إن شاء الله أنتوا جاهزين، وأنا ماني قادر أنتظر إنه أبدأ على طول، فخليني أبدأ وحبدأ أحدد أول حاجة، أول جملة وأبدأ أقرأها. هذه الجملة الأولى حنبدأ نقرأها. طب أنت أبغاك تفهم ليش حاء، ليش قاعدين نقرأ الجملة الأولى؟ عشان في النهاية نفهم الكلام، وأهم من كذا في البداية إنه نفهم العنوان نفسه، نعرف إيش الموضوع. بالتالي نقرأ عنوان، مرة مهم العنوان، دائما تقرأ وتحاول تفهم كويس. For raising the Mary Rose. Mary Rose ما أعرف إيش هو، لكن Rose معناه وردة، Mary ما أعرف إيش معناه. أتكلم عن وردة، ممكن قاعد أتكلم عن هذا الشخص كيف نما في المجتمع وكيف كبر وكيف هذا البنت، ما أدري ما أعرف. تلاحظ حاجة واحدة، أنا أصلاً ماني فاهم العنوان، وأنت عارف عندي كلمات الحمد لله مرة كويس، عندي فوكابلري مرة كويس، بالرغم من كذا ماني عارف، فهذا معناه إنه شيء طبيعي. لاحظ إنه بعد تايتل فن سب تايتل، how 16th century warship was recovered from seabed. أقول لك في هذا القرن warship معناه ship معناه سفينة، war معناه حرب، فسفينة حرب was recovered، كيف تم استرجاعها من البحر، قاع البحر. إحنا عرفنا إنه أوه هذه اسم السفينة، وكيف هو هم أخذوها وكيف رفعوها وشيء زي كذا. فحنبدأ نقرأها جملة جملة. رجعنا من البريك وخلينا نبدأ، فحنبدأ نقرأ الجملة الأولى، حنقرأ الجملة الثانية ونبدأ نحل. طيب On July 19, 1545 French, English and French fleets were engaged in sea battle off the coast of southern England and the area of water called Madriash between Madriash and حاجة. أنا ما أبغى أعرف الأعلام، أنا ما أبغى أفهم إيش هي الأعلام هذول، لكن أبغى أفهم إيش اللي بيصير، لأنه أنا هدفي إنه أفهم إيش قاعد يصير عشان أقدر أخمن طول هذه الفقرة إيش معناه. مرة مهم تخمين إنه هذا الشيء إيش يكون معناه فيمديني أقدر أعرف. قاعد يتكلم عن on في عام في يوم كذا، هذا معناه قاعد يتكلم عن حدث صار، احتمال إنه لما هذا الشيء غرقت، احتمال.
احتمال راح نكتب، وحنكتب event حدث، حتى يمدين نكتب العربي حدث، اوكي ممكن يكون غرقت، فهذا الحدث اللي صار حتكلم عن حدث. السبب انا قاعد اخمنت انه حدث لانه شوف يقولك في عام في اليوم الفلاني وعام الفلاني لما كانت هذه السفينة وفي الحرب مدري ايش وبين وبين، اكيد هنا كان الحدث. فهنا يجي the Mary Rose came to the rest on the seabed. طب Mary Rose هي السفينة laying on her starboard side angle. دحين احنا اتأكدنا اصلا انه هذه كانت عبارة عن حدث. هنا اكيد راح يتكلم عنه حاليا كيف كانت موجودة، كيف كانت طايحة هذه السفينة. ف situation يقول انها كيف كانت طايحة بكلمة situation، وكان يمدين يقول انه under the sea يعني هذه السفينة. حاجة انه تخميني كان انه هنا في هذه الجملة قاعد يتكلم انه هذه السفينة كيف كانت طايحة وايش كانت اثارها، كيف طاحت، كيف تركت، كيف التفاصيل انه هذه السفينه تحت البحر. نيجي لبعدها نقرا هذه. Then on 16th June 1836 some fishermen in the Solent water found that their equipment was caught on an underwater obstruction which was turned out to be Mary Rose. قاعد يقول اكتشاف هذا الشيء، اكتشاف هذا Mary Rose في هذا الوقت كيف اكتشفوه. فاكتشاف لاحظ اكيد عم يتكلم انه كيف اكتشفوه، بعدين مين جاب، وبعدين ايش سووا، وبعدين سووا البحث والجاء غواص ومدري ايش، وشيء كثير ممكن يتكلم عنها هنا. طب بهذه الطريقه راح نكمل هذه الفقره وهذه الفقره وهذه الفقره كلها جمله واحده. المثال انا وريت لكم كيف تكون حاء، حاجي الحين قرات السؤال الالف، بعدين حنروح للدال، ما حنروح نكمل عشان ما تكون استنبت مره طويله. نكون خلصنا الخطوه الاولى اللي هي قراءه السؤال، حنيجي الخطوه اللي بعدها اللي يدور في المكان الصح او يدور الاجابه. حندورها، ما حندورها هنا ولا هنا وهنا، ما حنقراها كلها. طريقة بحث الإجابة هي الشيء المميز اللي راح يوفر عليك، بدل ما تقرأ الكلام كله على طول تخش في الجواب نفسه. أول حاجة راح لازم نعرفها أنه الأسئلة مرتبة من البداية للنهاية، فمستحيل هذا السؤال إذا كان في السطر الخامس مستحيل هذه الأسئلة تكون قبلها في القطعة. مثلا هذا الجواب كان هنا، مستحيل إذا كان هذا الجواب في الفقرة الأولى هذا الجواب لازم يكون تحته ما حيكون فوق، وإذا هذا كان فقرة ثانية هذا ما راح يكون في الفقرة الأولى ولا الثانية، حيكون تحت. إذا ركزت عليها راح تخليك تفرح مرة كثير. وطبعا شيء واحد لازم تعرفه إنه لأنه الأربع أسئلة فدائما الأسئلة الأولى تكون في البداية، احتمال جدا كبير وأنا مقفل عيوني حتى قبل ما أشوف السؤال، السؤال الأول راح يكون في الفقرة الأولى والثانية بنسبة 70% و80%. الأسئلة الأولى تكون في الفقرات الأولى والأسئلة الأخيرة تكون في الفقرات الأخيرة، لكن لما نيجي عند نوع سؤال مختلف هذا الشيء راح يتعاد، فالسؤال خمسة راح يكون في الفقرة الأولى ممكن. كل نوع الأسئلة يعني نظام الترتيب حقت الأسئلة راح ينطبق على كل نوع الأسئلة، فهذه صح وخطأ، بعدين عندك الفراغات، بعدين عندك بلا بلا بلا. خليني أقرأ السؤال. فهذه السينك متى غرقت؟ أكيد إنها راح تكون في الفقرة الأولى لأنه كان يتكلم عن الحدث اللي صار وكيف غرقت، فأكيد راح تكون في الفقرة الأولى. عناوين هنا راح نلاقي الحدث صار الحادث، وبعدين لما نيجي للسيتويشن إنه لما كانت طايحة ممكن تكون هنا، لكن أنا أعتقد هنا إنه الحدث كيف غرقت إيش اللي صار. يعني اعتقد الجواب حيكون اكيد ما هم يكون عن وقت الاكتشاف، حيكون عن سبب عن سبب انها غرقت، فاحتمال كبير حتكون هنا. ناخذ جوله سريعه واخر نظره للسؤال. doubt caused sink. نبدا حددنا منطقه البحث. لما حتبدا في البحث عليك تبحث مو تقرا مره ثانيه، تبحث مو تقرا. اللي عجبتني انه انت لما تبحث ابحث من الجزء اليسار، اقرا من هنا لا تقرا العكس، فاقرا French English Battle of England مدري ايش، حاول تقرا سريع. يعني هذه من احد اذا انت ما كنت مرتاح ليها كويس اوكي ارجع للطريقه العاديه، لكن هذه تخليك انك ما تفهم، تخليك انك تدور الكلمات فقط. ابحث لقيت هذه الكلمه accounts happened ship، انا انه ما اعرف ايش يقول لك، هي تقريبا ايش اللي صار، ايش اللي صار what happened to the ship. ما لقينا اي حاجه تقول sink او غرقت. من يسار اليمين sink sank. إنه شوف الجواب موجود من هنا لهنا، شوف what happened معناه إيش السبب وليش غرقت، وهنا sink يعني غرقت. المفروض إنه لقيت الكلمة زي ما هي، معظم الحين تصير synonym زي هذه، بدل ما يقول caused يقول لك what happened accounts of the ship مدري إيه. حاجة واحدة هنا غرقت، لكن يقول لك accounts أو الأسباب والشواهد إنه كيف غرقت إيش صار لها يختلف very. هي كلمة very اللي هي كثير، هذه كلمة very الإي ما هي إي هي إيه. هنا انه الشواهد اختلفت او الاسباب او الاسباب ايش اللي صار اختلف، فهذا معناه انه ما في شيء واضح. هنا كمان while witnesses agree that it was not hit by French some maintain مدري ايش the others are saying مدري ايش طرفين others that
و some maintain. طيب فناس عندكم طرفين بنشوف there is some doubt, يعني يوجد بعض الشب, يعني بعض الشك في انه كيف ايش ايش ليش غرقت, فهذا معناه اكيد 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 true. مرة مهم بقى تركز عليها انه لما تكتبها في ورقة الاجابة لازم تكون كاملة, لازم تكون true بالكامل, ما تكون T فقط. السؤال الثاني, the Mary Rose was only ship to sink the battle of 1540. فيقول لك هذه السفينة هي كانت only, هذه الكلمة المهمة, ship to sink. طيب في هذا الوقت انه قال انه هي السفينة اللي غرقت فمن هذا الوقت 19, خلينا نشوف هل هي نفس الوقت. ايوه نفس, اكيد هنا موجودة في هذا الفقر اكيد هي, لانها موجودة هنا. نقرأ السؤال مرة ثانية, was the only ship to sink in the battle, فهي سفينة وحيدة. شفنا ان الجواب كان وصل هنا, الجواب اللي احنا طلعناه كان هنا. طيب فخلينا نبدأ نكمل من هنا نشوف في شيء ذكر ولا لا. what is undisputed however the, قاعد اشوف كلمة others وسفن ثانية, فخلينا نشوف من هذا الوقت من هذه الجهة. اوكي ف حاجة مذكورة اسم لسفينة ثانية سولنت لمنطقة زي ما ذكرها هنا, منطقة انا ما اعرف ايش هذه المنطقة لكن عرفت انها منطقة, بس ما في سفينة ثانية اسم سفينة ثانية. بالتالي جوابي هنا راح يكون بكل اريحية وبكل راحة not given. حاجة مرة مهمة مرة عميقة, not given هذا معناه ما هو موجود في القطعة اصلا, فانا ما قريت القطعة كلها عشان تقول not given. سويته اني حددت قلت لازم الجواب يكون موجود في هذه الفقره وبحث فيها, ما لقيت فيها ما هي موجوده الحين وانا واثق من جوابي. فانك تحدد انه فين راح يكون الجواب في اي فقره شيء مره مهم وحفر عليك وقت مره كثير. اذا انا كنت ما طبقت تكنيكه كان علي عشان اتاكد انه هي not given كان علي اقرا القطعه بالكامل لين النهايه عشان اتاكد. يلا الحمد لله جبناها اليوم true بعدين not given, وبقية الأسئلة أنتوا يمديكم تحلوها بنفسكم اليوم كتدريب. القطعة بالكامل وهذه صفحة الأسئلة, حاولوا تحلوها, إذا رسلتوا لي في الخاص راح يكون شيء مرة قوي ومرة بطل. بالتوفيق لكم, بكرة راح نتعمق وراح نحل أسئلة أكثر وأكثر ونتدرب على هذا. حاولت إنه ألخص الموضوع اليوم بحيث إن تكون الإجابات مو مرة طويلة لكن في نفس الوقت to the point, نطبق الكلام حقيقي في اختبار فعلي, وهذا اللي سويناه. بإذن الله نشوفكم على خير ونحل أسئلة جديدة.